زيبا، هي صار لنا مدة قاعدين هون، ولا اتحرك ولا اجى حدا لعنده. خلصنا، خلينا نمشي. وعدتك يا عكاش، مو زيبا اللي بيخلف بوعده. واقف عندك. انت شو مطلعك برات الحارة واليوم كتب كتابك؟ انا طالعة مع كريم، والليلة رح يكتب كتابه علي على سنة الله ورسوله. فشر بنص عينه على جستي. انت شو بدك هلا منا؟ شو بدك؟ لا تكون مفكرني نسيت انه انت اللي قتلت اخي وحرقت قلبي عليه. لك ما بكون الزيبق اذا ما بطلع بروحك يا واطي. مو الزيبق اللي بياخد غريمه غدر، اصحابه خدها مني على الصاحي. عمل لك اصحاب زيبق؟ شان الله لا. شاهد روحك يا واطي. يا الله يا زلمة لا تقتله. تطلعي منا خاتون، اطلعي منا. تاخي على الله وعليك لا تقتله. إذا بدك تقتله قتلني قبله. شاهد على روحك ولا بتذبح حالي إذا بتقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت لازم ترجعي على بيتك. ما فيني أرجع على بيتي. إذا برجع على بيتي أبي بيذبحني. أنا حذرتك من قبل بس الظاهر ما سمعتي. أنت ما بتعرف شيء. يا زيبا، أنت بتعرف إنه أنا ما كان قصدي أقتل خيك. لو ما خيك كان ما معه حق. أنت بتعرف هالشيء؟ مو مهم. تاري معك رح آخده، رح آخده. بس لأنه بنت حارتي وشعرها من شواربي، الأبدأ إنه ما حدا يجيب معدلة بكلمة هالقد. هذا عشبي فيك يا زيبا. امشوا قدامي لشوف. خليك محايدنا. امشوا. حدا بيعرف مطرح البيت غيركم؟ هذا البيت كريته حتى اتجوز فيه. خليل، قلي بتروح بتجيب الشيخ على اجرك بسرعه. اعتبره صار. افتح الباب لشوف.